برضو الحاجات دي بتبقى محتاجة مجهود ذهني وطاقة عند الشخص ان هو طول الوقت alerted، يعني طول الوقت هو قاعد مركز ازاي يتعامل بذكاء مع الشخص ده، وازاي يتعامل بدبلوماسية مع الشخص ده، وازاي يرضي مديره عشان مديره يفهمه صح، بالرغم انه ممكن يكون شاطر جدا في شغله ومتفاني، لكن الحاجات اللي هي مفتقدها او المهارات دي هو مفتقدها، هي مبوظة شكله خالص قدام الناس ومخلياه كده قاعد في قوقعة او مستبعد او منبوذ من اللي حواليه لمجرد ان هو ما بيعرفش يتفاعل معاهم اجتماعيا. شفتي كل يجي الافكار على اللي انت قلتيها دي، ان هو حد بيتعامل معاه مش كويس، هو مش عارف يتعامل، مش عارف مين بيعمل المهارة. ايه ما عندوش المهارة. شايفة كل الدوشة دي؟ الدوشة دي هي اللي تخلي الواحد واقف في مكانه، عارفة كأن في حد تايه خلاص، وناس كتير عماله تنادي عليه من اماكن مختلفه، تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا. هو كل اللي عايزه في اللحظه دي الهدوء. فنرجع نقول ان قدرتك على ان انت تتحكم في نفسك، الكون ده سبحان الله ربنا خلقه بخاصيه غريبه جدا، انت ما عندكش القدره انك تتحكم في اي حد في العالم الخارجي، بس اول ما تتحكم في نفسك الكون كله يبقى مسخر ليك. عشان كده ربنا دايما في القرآن يقول وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم ما في السماوات والأرض. إزاي؟ لما تحكم في كل الدوشة اللي جوه دي. عملها إزاي؟ بصي ليها حاجات كتير، يعني في تمارين التنفس، في الوقت اللي انت بتقضيه مع نفسك، مثلا ممكن يكون في الذكر، في القرآن، فكرة العلاقة بالظبط، العلاقة اللي هي روحانية، العلاقة اللي بتشحنك لما زي الموبايل كده لما بيقطع وتحطه في الشحن. الوقت اللي بتقعديه مع نفسك، وزي ما انتوا قلتوا انا ببقى مرتاح في قعدتي مع نفسي، بس مش عشان افكر، بالعكس عشان افضي، عشان افصل. فكل الافكار بتاعت انا هعمل ايه بكره، انا بكره الدنيا هتتصلح ازاي، انا والله العظيم انا عارفه ان هي مهاره مش سهله، صعبه، اللي ما هي صعبه عشان كده محتاجه مجهود، ما هي عشان كده بنؤجر عليها. فيعني هو حتى ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بتجاهدي هنا مش بتجاهدي بره. طب معلش انا اسفه ان انا بقاطعكم كتير يا خطيب ويا فاروق، بس الموضوع انا بقالي كتير ما شفتش انجي فعندي كلام كتير. دلوقتي شخص ممكن يكون بيتعامل مع مديره، يعني هنتكلم على مثالين، شخص شاطر جدا بس ما عندوش فكره ان هو يعرف يقتحم خصوصيه مديره او يبقى صديقه، او يبقى العلاقه الشخصيه ما بينهم وطيده قوي لدرجه ان هو يبقى مفضل او محبب عنده. وفي شخص تاني مش شاطر خالص بس ذكي اجتماعيا جدا، يعني اللي هو يعرف يحبب الناس فيه، يتكلم عن شغله ان هو يبقى شوي قوي، ان هو بيعمل مجهود فظيع ورغم ان هو ما بيشتغلش خالص، ده بيترقى وده ما بيترقاش. فنقول ايه للشخص اللي ما بيترقاش برغم ان هو شاطر، يتعامل ازاي بذكاء مع مديره مع المحيطين بيه عشان يحبوه اكتر، وفي نفس الوقت يقدر يهايلايت او يركز على انه انا شغلي حلو ويقدر يظهره للناس. زي ما انت بتقولي ان احنا اوقات كتير بنتحط في الشغل مع ناس مختلفة، لازم نبقى يعني متأكدين من فكرة ان وجودي مع الشخص ده جاي يخدمني، جاي يوصل لي رساله. الشخص اللي هو الشوي قوي اللي بيعرف يظهر نفسه اللي من اقل حاجه يبينها، ده وجوده في حياتي جاي يقول لي حاجه، جاي يقول لي انت محتاج تكون عندك ايمان في نفسك اكتر من كده، جاي يقول لي انت محتاج يكون عندك ثقه في نفسك قد كده، جاي يقول لي انت محتاج تكون عندك ايمان في موهبتك اكتر من كده، انت محتاج تعمل ماركتنج لنفسك اكتر من كده. فوجوده في حياتي معلم جدا، بدل ما اضيع وقتي وانا عمال يعني اتضايق واقول بص هو فين وانا فين وازاي مديري ظالمني، اسال نفسي سؤال واسيب الاجابه، ايه الدروس اللي وجوده في حياتي يعني المفروض اتعلمها، ازاي اقدر اتعلم منه، هو اكيد جاي يعلمني حاجه. ونفس الحكايه الشخص التاني، انا وجودي في حياته مهم ان هو يتعلم ازاي يكون متقن في شغله، ازاي يكون بيتقي الله، يعني مش بيعمل كل حاجة عشان الناس ويوري وبص ومديري والفلوس، لا انت قاعد بتشتغل حاجة في رسالة. فاحنا مش موجودين علشان يا اما نبقى قافلين على نفسنا قوي او ان احنا نبقى منفتحين قوي، لا هي الفكرة انه bits and pieces، ابقى افضل طول الوقت عارف ان انا في وقت من الاوقات لازم ابقى متقن جدا ومركز جدا، وفي وقت من الاوقات لا لازم ابقى شوي شويه. لانه خليني اقول لك على حاجه،
انا في مره بمنتهى الصدق كنت بتكلم مع صديقه عن حد من الناس اللي هو بيعمل ماركتينج وشوي علشان بيعمل ماركتينج لنفسه كتير جدا بس ما عندوش خبره. فلما بتكلم معاها قالت لي لان الناس المتقنين اللي عندهم خبره ربنا هيحاسبهم. فانا اي واز شوكت فقلت لها ليه؟ قالت لي لان من كتر ما هم مش بيعملوا ماركتينج لنفسهم ومن كتر ما هم مش عايزين يبذلوا مجهود ان هم يوروا نفسهم، الناس اللي هم خبرتهم قليله ظهروا على السطح. فانا لو ادركت انه انا بحبي للي انا بعمله وبإيماني بالقيمة اللي أنا بقدمها، لا أنا مش بعمل كده عشان أظهر، أنا بعمل كده علشان الـ الحاجة الصالحة الحاجة الكويسة هي اللي تبقى ظاهرة على السطح. ولو كل واحد بيعمل حاجة كويسة قال أنا ماليش دعوة وأنا ما ينفعش أبقى شوي، ألف غيرك هيبقى شوي. فمهم إن أنت في وقت من الأوقات من محبتك لنفسك ومن محبتك لشغلك ما عدش بقى يا نورة ألعب دور الضحية وأقول أصل هم بيعملوا أصل هو بيبين وأصل هو بيصاحب. لا، انا احب نفسي، انا احب شغلي، انا احب اللي بقدمه عشان ربنا هيحاسبني عليه، واسال نفسي انا ايه اللي اقدر اعمله علشان اطلعه على السطح علشان يظهر، واسيب الاجابه تجيلي بقى من رب العالمين.